بكل أمانة نحن فخورين بهذا البرنامج، فخورين كذلك بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الله يحفظه كراعي لهذا البرنامج، ودعم سموه كذلك للطلبة والطالبات المواطنين من جميع أنحاء الدولة وإعطاهم الفرصة للعمل في قطاع التجزئة. بدأنا بمجموعة بسيطة في مدينة أبوظبي ومدينة العين، ومن ثم توسعنا في البرنامج لحد ما شملنا كذلك إلى إمارة أبوظبي بالكامل، إمارة دبي، شارقة، عجمان، وإن شاء الله راح نغطي جميع الإمارات. وكذلك يمكن تجربتي أنا كولي أمر، أنا أحد أبنائي من المشاركين في البرنامج، ودائما أحثه على أن يستمر في التعرف على هذا القطاع الحيوي والهام بالنسبة لنا اللي هو قطاع التجزئة. Hello, my name is Khalid Al-Shamsi. I'm currently doing a state Yes to Work program. I'm currently doing communication in my workplace and how to support my team and my customers. I particularly enjoy giving advice on products and stock management. At the end of the program, I'm looking forward to gain a level 2 certificate in Retail Award. I'd like to thank His Highness Sheikh Mansour bin Zayed for this initiative. من الأشياء يمكن اللي نحن كذلك فخورين بها أن بعض طلبتنا اليوم اللي هم عملوا في برنامج نعمل العمل اليوم يعملون بدوام كلي في هذا القطاع. خلال عام 2015 دخلت برنامج نعمل العمل، وكانت أول تجربة لي في هالعمل. فعلا قدمت في كارفور اللي هم أصلا شركاء مع برنامج نعمل العمل، والحمد لله توفقت وانقبلت. نتمنى من الجميع المشاركة، لأن بكل أمانة فرصة ثمينة للجميع للتعرف عن قرب عن قطاع التجزئة وأهميته. أول مرة أشتغل في المخبز، فتعلمت وايد اشياء، وبعد تعلمت كيف اسوي الصاج والفطاير احطينهن على الحراره، وكانت تجربه وايد حلوه يعني. تعلمت اشياء جديده في البيكري، وشيء جميل ان جينا البيكري يعني نتعلم اشياء كيف يسوون الخبز والصابون وهالاشياء الجديده. أنا مستانس إن في برنامج Yes to Work نستفيد منه ونستغل طاقاتنا بأشياء مفيدة في الإجازات بدل ما نسلم العمل.